نروح لصورة تانية. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. شو؟ أنا عم فرج الصورة. تفضلي. بس شو علاقتي بالموضوع؟ عم بسألك مين هو أول شيء؟ حاكم مصرف لبنان. شو عم تحكي؟ حاكم مصرف لبنان. وفسر الماء بعد الجهد بالماء. شو بدك تقولي؟ مين ما بيعرفه؟ كل العالم بتعرفه. بدي أقول له إنه. تعرفيه أنت؟ هلا أنا بعرفه لأنه مصرياتي بالبنك يعني. بس. 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 طلع فيه. بعرفه لأن مصرياتي بالبنك. أكتر من هيك ما عندي أقول لك إياه. أبداً. أبداً. أوكي. طب غني له هلا. شو بتغني له؟ أنا هأحترم رأيك بس بدي أسمعك. اللي بعمش هشتري واللي خانها دوس علي أعملي في الخلق دي ناس قوية ومفترية دي ناس ملهاش أمان بعوني دول هان عليهم ما تمرش فيهم دي ناس قوية قوية قوي مفترية مش حبكي خلاص على ناس مش ناس بيخونوا التملي ويبيعوا في ناس الكذب ماليهم واحترت انا فيهم لازم اللي بعوني بكره اوريهم يا ما عملوا معايا وخسرت كفايه ولا عمر انا هرجع ولا بص ورايا مش هبكي خلاص على ناس مش ناس بيخونوا تملي ويبيعوا فنان عرفي لي قد ايه ورتك صارت هلا؟ قبل الحلقة ولا بعد الحلقة؟ اوه بعد الحلقة على طول بيكون المبلغ كبير ايوه على طول صح؟ بتوافقيني او لا؟ بيجيكي حفلات كبير بده كبير طيب حنروح لصورة جديدة أول مرة طل على الشاشة طل من برنامجي وأنا كشفت للرأي العام عنه وفاجأتك فيه صح؟ مزبوط. هو ابنك أيوة والليلة لأول مرة راح أكشف عن ابنك اللي أنا كشفت عنه أول مرة بالإعلام من ست سنين لك عن جد حصة كتير كبيرة اليوم بكشف مع مين نسقت يا تمام؟ هيدا مين أول شيء؟ هيدا جادو هيدا جاد هيدا كل حياتك؟ أكيد تحية كبيرة لجاد، جاد تفضل حلوة تمام بتصدقي ولا ما بتصدقي؟ ايه حرة تصدقي أنت والمشاهدين والرأي العام أيه؟ أول مرة بتأثر بمفاجأة بفوت فيها من بعد ما عم شوف دموع ابنك زقفوله جاد هيدول مش دموع جاد جاد أهلا وسهلا فيك هن عيونه عم بلمعوا بوجودك لا فيهم بريق أمل دايماً دايماً جاد أهلا وسهلا فيك كيفك؟ ماشي الحال ماشي الحال جاد هاي أمك هاي ليال عبود هاي الفنانة هاي دي الإنسانة تطلع بأمك اليوم وإلا خزي العين شاب سارة أطول منك ايه وقلي شو اللي بيحزنك؟ بيحزنني بأمي؟ ايه ولا شيء أبداً؟ لا أبداً أحلى شيء بأمك شو؟ كل شيء فيها أوكي بس أحلى شيء فيها كل شيء صوتها غمالها كل شيء بس جاوبني على هيدا السؤال اليوم لأمك شو بتقول؟ أنا فخور فيها وبكل نجاحاتها وهي مثال أعلى إلي
مثال اعلى كل شيء. اوه ليه ما كنت متوقع يقول هيك؟ لا بس حبيت انه اول مره بيطلع اول مره بيحكي. هو عاده ما بيحكي شيء يعني هو حبه جواته. عن جد مش عم بمزح. شو براءة مثل هالشخص طلعي فيه لاول مره وعلى الهوى طلعي فيه وقولي له شيء ما قلتوا لي اياه قبل. انه بقول له انه عن جد ضلك محافظ على الرياضه اللي انت معتمدها بحياتك ونقي الدومين اللي انت بتحبه ما تعتمد على حدا. خايفين عليه من الحياه من المجهول من الرفقه اللي مش منيحه الصحبه الغلط خايف عليه من طيبه قلبه لانه ورثها مني طيبه قلبه ورثها مني والكرم حتى كريم يعني ما بدي اقول لك شو بصير كريم كتير لدرجة إنه عن جد هو بيعرف كتير منيح في أشخاص بغشوا وبيمشي معهم هو بس هو بيعرف كتير منيح إنه هني عم بغشوه وكتير ذكي. طلع فيه بتقول تعبتني أوقات طلع فيه إيديه تربية هي تعب هي تعب أصلاً لتقدر تبني مجتمع أكيد صالح أكيد بدك تتعب بدك ترافق. أنا صديقته لجد أنا مني أمه أنا أخته أنا صديقته. شو بين أنا شو بين أخ خيّا مبين شخص واعي وأنا مبسوط إنه أول مرة طلعت على الشاشة على الرأي العام كنت معي واليوم لأول مرة عم بطلع عند الرأي العام وأنا فخور فيك يا جاد وأنا كمان وخليك هيك ونحن سعيدين فيك الليلة. تفضل شكرا جادو، شكرا جادو ولا شكرا بابا ماما؟ شكرا ماما، هو ما بيقول لي ماما، لولو بيقول لي لولو، ميرسي جاد، يعطيك العافية وشكرا لإطلالتك الليلة معنا، رح أعطيكي آخر صورة تفتحيها ليال، وهيدي الصورة نتناقش أنا وياكي فيها. أوكي تفضلي الصورة حدك هيدي ولا هيدي؟ هي أوكي ايوه فرجيها على الكاميرا بليز. صوره النجم وديع الشيخ. شو حاله استثنائيه مثلك انت؟ لا لا لا. شو يعني حاله استثنائيه؟ حاله استثنائيه نجم نجم غنيه ضاربه ما في شيء بينزله وديع الا ما بيضرب. موجه شعبيه حلوه كاركتير حلو يعني شاب أثبت نفسه ستار أثبت نفسه على المسرح ومحبة الناس له وحشوده وجمهوره يعني الله يوفقه جمهوره كثير منيح. أنت بتقولي أنه وديع الشيخ ما بيجيب حفلات
قدك انت، جمهور قدك انت. اصلا انا ما بقارن حالي بحدا، وبالمانيا او برات لبنان مش مزبوطه. ما بتقارني؟ ما بقارن حالي بحدا صراحه. شو وديع الشيخ، بتقارني حالك او لا؟ ما بقارن حالي، انا فنانه هو فنان، انا بنت فن. هو شاب فن فن. بالعكس، مين اقوى اليوم انت او هو؟ لا ما بحس انه انه مين اقوى. ما رح احكم عليه. لا جاوبيني، للفنان وديع او احكم على حالي، الناس بتصنفني فهن الحكم. انا ما عملتي مراهنة على حفلتين صارت بأحد البلاد وقلتي إنه أنا بجيب أكثر؟ أبداً، مش مزبوط هيدا الشيء. اللي بيقولوا هيدا الحكي شو بتقليله؟ أنا بقول إنه أنا شباك تذاكر، أنا موجودة. مش قد وديع؟ لا لا لا، ما خصني. قد وديع؟ ما بقارن حالي. أنا عم بسألك، تقدر تجيب جمهور قد وديع الشيخ؟ أنا ليال عبود بقدر جيب جمهوري أنا، يمكن جمهور وديع يختلف عن جمهوري. ليه؟ شو الفرق؟ ما بعرف، بدك تسأل جمهور وديع وجمهور ليال. مختلف؟ ايه.